هكذا كانت سواحل مديرية سيحوت بمحافظة المهرة خلال السنوات الماضية. عمليات واسعة لتجفيف أسماك السردين على الشواطئ وإخراجها بكميات كبيرة من البحر. لكن حال السواحل تبدل هذا العام، حيث باتت أماكن تجفيف الأسماك خالية والصيادون لا يكادون يأتون بالأسماك، وإن وجدت فهي لا تلبي احتياجات الصيادين أو المشترين على حد سواء. أنا مو عاد الناس يبوا وايد كمرة، صيد وايد يبوا، كان المرة دي ما هو ذاك الوايد الصيد، شوي في الصيد. الحين على الله، أحيانا يبوا أحيانا ما يبوا، أحيانا يبوا لا بأس، أحيانا ما يبوا شيء، حتى العيد والغدف صعب شوي الغدف. أحيانا قاعد ماشي عيد فيها، أحيانا الله الصبر أحيانا ما يود، أحيانا ماشي ما يود. يعتمد المواطنون في مديرية سيحوت بشكل أساسي على مهنة الصيد منذ القدم، وخاصة صيد أسماك السردين المعروفة بالعيد، فكانوا يأتون بكميات كبيرة منها، حيث تساهم هذه المهنة في إعالة آلاف الأسر في المديرية. غير أن سواحل مديرية سيحوت شهدت هذا العام انخفاضا غير مسبوق في الإنتاج العام للأسماك، ما انعكس سلبا على حال المواطنين خاصة الصيادين الذين ينتظرون كل موسم صيد بفارغ الصبر. نحن كجمعية والصيادين نعاني معاناة كبيرة من قلة وشحة الأسماك في مديرية سيحوت، وخاصة السردين التي تعتبر هي شريان الحياة في هذه المديرية، من إنتاجها إلى تداولها إلى المستهلك، والناس الآن عانت معاناة كبيرة من قلة هذه الأسماك، وهذه لها أسباب عدة. الأسباب وهي الحوي، كان فيه حملة حول هذه على هذه المخالفات البحر، فنرجو تكرارها وإعادتها، لأن المواطن يعني كان فيه ارتياح، فيه 80% ارتياح من هذا النزول. يرى المواطنون أن هناك عدة أسباب أدت إلى حدوث هذا الانخفاض الحاد في الأسماك، أهمها الصيد الجائر العشوائي الذي تمارسه بعض السفن وبعض الصيادين الذين يخترقون قوانين الصيد البحري، ما أدى إلى اختفاء العديد من أنواع الأسماك. الجهات المعنية نفذت قبل أشهر حملة أمنية للحد من الصيد العشوائي، حيث تم ضبط بعض المخالفين، وهو ما يراه الصيادون أمرا ضروريا يتطلب استمرار تلك الحملات لإعادة الإنتاج العام للسمك في مديرية سيحوت بشكل خاص والمهرة بشكل عام.